أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية جديدة عبر النيل مباشر. ومعنا اليوم الرئيس السيسي يطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل ويوجه بالتطوير التقني للمحاكم. في إطار جولته بمحافظة جنوب سيناء، رئيس الوزراء يصل طابة عقب زيارته لمدينة سانت كاترين لتفقد عدد من المشروعات. وزير الخارجية يؤكد وقوف مصر إلى جوار السودان حفاظا على أمنه واستقراره. نتحول إلى الملف الأول، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، كما اطلع سيادته على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية من خلال التحديث التقني إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الهيئة العربية للتصنيع مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث اطلع الرئيس على استراتيجية التطوير خاصة فيما يتعلق بزيادة القدرة التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة. ووجه الرئيس بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي. نتحول إلى الملف الثاني، حيث وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مدينة طابة في إطار زيارته اليوم لبعض المشروعات في محافظة جنوب سيناء برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. وتفقد مدبولي مطار طابة الدولي، حيث استمع إلى شرح من اللواء طيار محمد راشد مدير المطار الذي تناول مكونات المبنى والمشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير خدماته خلال الفترة الماضية والحالية. وأوضح مدير المطار أن المبنى يبعد عن طابة بنحو 37 كيلو مترا وتصل مساحته إلى 5700 فدان، مشيرا إلى أن المطار يشهد حركة متزايدة للركاب خلال الأعوام الماضية، حيث استقبل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس 645 طائرة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، أكد أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية. وأشار مدبولي إلى أن زيارته لمدينة سانت كاترين تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. فور وصوله مدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، واستمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التي تتم في المطار، وقام بجولة تفقدية بالمطار وقطاعاته المختلفة.
جاءت زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة جنوب سيناء بهدف الوقوف على مراحل التنفيذ لعدد من المشروعات السياحية والخدمية بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة، حيث شملت الزيارة الوقوف على سير العمل بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، والذي يتم تنفيذه بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال الاستفادة من المقومات السياحية للمدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي. كما شملت الزيارة تفقد مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بميدان الوادي المقدس في سانت كاترين، الذي يقام على مساحة أكثر من 3000 متر مربع، ويضم كافة الخدمات السياحية المطلوبة للسائحين والزوار من مكاتب إدارية وحجز رحلات طيران ومحلات ومطاعم وقبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد وغيرها. كما شملت الجولة أيضا تفقد معارض للمشروعات اليدوية والتي تضمنت منتجات حرفية وتراثية تعكس الطابع الفني والحضاري لمدينة سانت كاترين. كما التقى رئيس الوزراء بعدد من مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين، أكد خلاله أن المشروع سيكون مصدر خير على المدينة وعلى سيناء بأكملها. أحمد أبو الحسن، النيل. وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. دكتور، بعد التحية، لو تطلعنا على إلى أي مدى وصلت أعمال التطوير والاستعداد لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. شايفين النهاردة واهتمام الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس وقيام المجهود الكبير اللي بيقوم به دولة رئيس الوزراء لمنطقة سانت كاترين، اللي هي وضعت خطة أو مخطط عام لتطويرها لتكون إحدى المدن السياحية الباردة. الحقيقة مش بتشتغل فيه وزارة السياحة والآثار بمفردها ولا وزارة بعينها بمفردها، الدولة بالكامل بتشتغل من خلال وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة السياحة والآثار، وزارة النقل، وده واضح من زيارة دولة رئيس الوزراء النهاردة. والحقيقة كل وزارة بتعمل بكامل طاقتها عشان ننجز المشروع ده في الوقت المحدد ليه وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. فمن خلال التقرير اللي حضرتك قدمته، من خلال المشهد اللي احنا شفناه، هنلاقي دولة رئيس الوزراء بيتابع بدقة كل اللي بيحصل، وخاصة ان اللي بيحصل ده مرتبط بوزارات مختلفة، وكل العمل تتابعي، بتقوم وزارة السياحة والآثار بجزء فيه ويليها أجزاء من الوزارات الأخرى. فما يخص وزارة السياحة والآثار، الحقيقة اعتبار أن المنطقة دي مسجلة على قائمة التراث العالمي، وهي منطقة جذب، سواء كان جذب سياحي يختص بالطابع البيئي أو الأثري أو التراثي، فكل ده له مرتدين. لكن كانت الحقيقة في الفترات اللي فاتت الخدمات اللي بتقدم والفنادق اللي كانت موجودة ما كانتش بتفي بالزيارات اللي جاية، ولأن الدولة بتهتم بالسياحة وبالوافدين من كل دول العالم، فكان ضروري ان احنا نبني، الدولة المصرية تبني البنية التحتية الكاملة. فهنلاقي في مركز الزوار في ميدان الوادي المقدس على مساحة حوالي 8 أفدنة، وده انتهى منه نسبة حوالي 90%، فندق جبلي على مساحة 16 فدان، تطوير ساحة السلام واستراحة السيد الرئيس السابق السادات، وحولها مسرح وساحة للاحتفالات في مساحة 15 فدان، النزل البيئية، الحي السياحي، رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ شبكة الطرق الكبيرة جدا اللي هتأدي لدير سانت كاترين، تطوير المنطقة السياحية وتقديم الخدمات اللي كانت بتفتقدها ليها. فكانت المنطقة في وادي الدير بتحتاج إلى مجموعة كبيرة من الاحتياجات اللي بيحتاجها السائح، خاصة أن المنطقة دي بيجي لها سياح للإقامة، وخاصة أن هم بيطلعوا جبل التجلي سواء بالليل أو بالنهار، فبيحتاج ده لتجهيزات، سواء تجهيزات خدمية أو تجهيزات أمنية كبيرة جدا الدولة اهتمت بيها، وكلها نسب التنفيذ فيها عالية جدا، وهتشاهد في وقت قريب جدا الافتتاح كاملا. فكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة الهدف منها الرئيسي ان الوصول بالمنطقة، المنطقة سانت كاترين، الى منطقة جاذبة للسياحة
بتقدم فيها خدمات غير موجودة في أي منطقة. إمتى دكتور جمال نقدر نقول إن منطقة سانت كاترين أو هذا المشروع مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام إنه أصبح فعلا مستعد بشكل كامل بعد انتهاء كل الجهات المعنية وانتهائها من دورها إنها تكون جاهزة فعلا لاستقبال السائحين من كافة الأماكن بطاقة استيعابية كاملة؟ الحقيقة ده فعلا هدف الدولة، وطبعا الاهتمام الكبير والتواجد لدولة رئيس الوزراء بنفسه ومتابعة الأمور ده بيدل على أن العمل بيسير بمنظومة ودقيقة جدا، وتنفيذها بيتم في أسرع الأوقات المحددة مع وجود كفاءة عالية جدا في التنفيذ. فإحنا بإذن الله قريب جدا منطقة سانت كاترين هتضاهي بقية المنطقة. لما نقول قريب هل نقول شهور ولا سنوات قليلة ولا ربما أسابيع؟ مع تواجد الدعم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في وقت قصير جدا إن شاء الله هنشوف كلنا حاجة. حتى اللي هيروح دلوقتي هيلاقي أن الموضوع بالنسبة للمنطقة تغير تماما، لكن احنا بنتكلم في ان احنا ما بنقولش تفاصيل الا لما بننتهي خالص باذن الله. تمام. طيب دكتور جمال لو برضو حبينا نطلع المشاهد الكريم على ايه ابرز المزارات او النقاط اللي ممكن السائح سواء من داخل مصر او من خارج مصر يشوفها عند زيارته لسانت كاترين؟ الحقيقه سانت كاترين هي متميزه طبعا منطقه التجلي. يعني منطقه التجلي دي بيجي لها كل الزوار من كل الديانات المختلفه، سواء كان اصحاب ديانات او حتى اللي ما عندهمش ديانات بيجوا للتامل، لان المنطقه دي منطقه عالميه. وطبعا بنضيف فيها كمان دير سانت كاترين ومنطقه العجل الذهبي، والاماكن دي كمان اضيف فيها خدمات كتير جدا. هيبقى فيه مساحات للتأمل، في مساحات للبيئة، وزارة البيئة مهتمة بيها، بتقدم حاجات كتير جدا. فالحقيقة لضخامة المشروع، ولأنه ما أقدرش أتكلم عن كل تفاصيله لأن دي وزارات مختلفة، لكن أنا بركز شوية على ما يخص السياحة والآثار. فالدير سانت كاترين ومنطقة وادي الراحة والملك المنطقة الخاصة بوادي الراحة والأنشطة اللي بتقدم فيها، وخاصة الصعود للجبل. يعني المشروع بيعمل تمهيد للمنطقة بتاعت الصعود للجبل وللجمال والخدمات اللي بتقدم للزائر اللي بيحب يطلع لجبل التجلي أو بيروح لدير سانت كاترين أو المنطقة البيئية اللي حواليها. في كل المساحات دي الحقيقة بعد ما تنتهي هنلاقي مساحة ضخمة جدا. الأول كان كل الزوار بيتجهوا إما لجبل التجلي أو بيتجهوا لدير سانت كاترين، دلوقتي هيبقى عندهم مساحة يقضوا أوقات كبيرة جدا سواء في النهار أو بالليل، وأنشطة كثيرة جدا وخدمات كثيرة جدا هيشوفوها على الطبيعة لما يوصلوا. فهيبقى حدث كبير جدا لمحبي السياحة الدينية والسياحة البيئية، ده هيبقى بالنسبة لهم مكان مميز جدا، ما مش هيقدر أي مكان في منطقة الشرق الأوسط أو أي مكان آخر سياحي يستقطب بنفس القوة ونفس القدرة ونفس الخدمة اللي هتتقدم للسائح اللي هيجي فيها. في رأي حضرتك دكتور جمال مين أبرز الأسواق السياحية المصدرة أو اللي مواطنيها هيكونوا حريصين على القدوم إلى هذه المنطقة سواء في الفترة الحالية أو حتى بعد اكتمال كل الأعمال الخاصة بالمشروع للزيارة سواء سياحة دينية أو حتى سياحة بيئية؟ الحقيقة فيما يخص السياحة الدينية طبعا هتكون أوروبا بالكامل شغوفين بالتواجد للمكان ده. طبعا المنطقة الشرق الأوسط بالكامل هتبقى مهتمة جدا، هنا منطقة شرق آسيا. كمان مهم قوي بالنسبه لنا بالاضافه الى السياحه الخارجيه السياحه الداخليه. احنا عندنا مساحه محليه داخليه كبيره جدا بترتاد الاماكن دي، ولكن لما تقدم الخدمات لهم هيبقى هنستقطب جزء كبير جدا من السياح المحليين، ده بالاضافه للسياحه الوافده من الدول الاخرى. وده هيبان من اول فوق سياحي وسياحي تيجي، وخاصه ان احنا مستعدين عقب الانتهاء من اعمال التطوير والترميم هيكون في دعاية ضخمة للمكان مجهزة، وهتنتشر في كل دول العالم وبكل اللغات، فبالتالي هيبقى في فرصة لان احنا يكون عندنا
نسبة كبيرة جدا من السياحة الأجنبية، ونسبة أكبر هتكون من السياحة المحلية إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتخصص في شؤون الآثار اليهودية والقبطية والإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا أيضا مشاهدين عبر الهاتف الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور حسام أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إزاي حضرتك بتشوف العمليات اللي بتتم من مشروعات لتهيئة سانت كاترين لاستقبال السائحين وتكون وجهة سياحية عالمية خصوصا فيما يخص السياحة الدينية والبيئية في هذه المنطقة المهمة؟ هي طبعا سانت كاترين وجهة سياحية للسياحة ومسجلة منطقة تراثية من اليونسكو، وجهة سياحية وفيها سياحة دينية موجودة بالفعل، بس دلوقتي مع التطوير والتجلي لمشروع التجلي الأعظم والتصوير الأكبر هتبقى تسليط الأضواء عليها كتير، وخاصة لما يتم افتتاحها، وهتزيد من السياحة الدينية، لأن في سياحة دينية في بين كمان مصر وفلسطين والأردن، بتتم رحلات وبينزلوا من منفى الصابة يروحوا لهناك للقدس والعالم صحيح. فطبعا رمز ديني وجبل سيدنا موسى ودير سانت كاترين ووادي الراحة، بالإضافة للتصوير القائم حاليا في مطار سانت كاترين بحيث أن يتسع المطار لاستقبال عدد من الطائرات كتير، ويبقى مثلا السائح الساعة يصلوا إلى مطار سانت كاترين، بالإضافة أن ممكن يبقى فيه موقف للطائرات بحيث أن هم بدل ما يبقوا 3 أو 4 يبقوا 10 أو 11 طائرة موجودة. ده كله هيساهم بشكل كبير في زيادة السياحة الثقافية الدينية، لأن في جنسيات كتيرة بتحب السياحة الثقافية الدينية. من أبرز الجنسيات اللي هتكون حريصة على القدوم إلى سانت كاترين ومهتمة فعلا بالسياحة الدينية في سانت كاترين؟ طبيعي حضرتك، بص هو بيبقى في رحلات حج لجنسيات مختلفة، وطبعا مسيحيين وبيجوا من الهند والفلسطين وبعض دول أوروبا لزيارة الأماكن دي. الاستعدادات اللي موجودة هناك وطبعا في هتؤدي يعني مثلا في فنادق هتبنى ومن نفس البيئة أو من نفس الأماكن أو من نفس المواد الماتيريال اللي موجودة هناك، مع وجود مثلا البازارات بالإضافة للمستشفيات إلى آخره. وطبعا ده بيزود فرص العمل بالنسبة للبدو في سيناء، وعمل رحلات كتيرة، وطبعا في ناس بتطلع كتير جبل سيدنا موسى ويشوفوا شروق الشمس وبعد كده ينزلوا يزوروا سانت كاترين. التسويق للرحلات دي بمجرد افتتاح المشروع ده، زي ما تم مثلا افتتاح مشروع متحف المومياوات او الى اخره، اي افتتاح بيتم التسويق مباشرة من قبل القطاع السياحي ومن قبل الشركات ومن قبل الفنادق الموجودة في المنطقة لهذا المنتج السياحي، لان احنا بنعتبره منتج سياحي، وبيتم زيادة الاعداد. يعني اذا كانت الاعداد هتتضاعف، بدل ما هيجي مثلا 100,000 هيبقى مثلا 300,000 وهكذا نتيجة لكبر المشروع. فطبعا هتساهم بشكل كبير وهتسلط الاضواء عليها بشكل ايجابي كبير، وطبعا في اي فرصة سياحة عالمية هيتم عرض المنتج السياحي بتاعنا بمجرد افتتاح هذا المشروع اللي هو التجلي الاعظم لكل الناس منتظره وكل العالم بيتكلم عنه. طيب دكتور حسام، واحنا برضو بنتكلم عن سانت كاترين وعمليات تطوير المطار سانت كاترين، حضرتك بتشوف ان ده برضو الى اي مدى هيكون حافز؟ وهل سانت كاترين من الممكن ان السائح الاجنبي يقيم فيها اكتر من ليلة او يوم، ولا هي بتكون كمجرد مكان او محطة ممكن يروحها او يجيها من طابة ويرجع تاني؟ لا، هو بص حضرتك، هو ممكن في ناس بتقيم في الوادي المقدس هناك، لو في فنادق في وادي الراحه يعني، وفي في سانت كاترين ممكن تقيم ليلتين او 3 ليالي بالكثير. بس احنا عندنا مطارات كثيره بقى، يعني احنا عندنا مطار طابا ومطار سانت كاترين ومطار في شرم الشيخ، وممكن الانتقال مباشره. يعني
احنا بننفذ رحلات احيانا بحيث ان الناس تيجي في شرم الشيخ وتبيت ليلة وبعد كده تيجي لسانت كاترين وتبيت ليلة وبعد كده بتطلع تكمل رحلتها الى من خلال منفذ طبع الى القدس. فالرحلات دي طبعا كل ما زادت المطارات وكل ما زادت الطاقة الاستيعابية للمطار وكذلك الطاقة الفندقية لاستقبال الناس هيزيد الاعداد سواء بيقيم ليلة او ليلتين. هي مش هتفرق عدد الليالي الاقامة قد ما هتفرق الكم اللي هيجي لزيارة هذه الاماكن المقدسة والثلاث ديانات اللي هي الديانة الاسلامية والمسيحية واليهودية في منطقة سانت كاترين ووادي الراحة الى اخره. فهتبقى الزيارات بالنسبة لها كتيرة، الاعداد هتيجي جنسيات مختلفة لان احنا مثلا دلوقتي بتلاقي جنسية او جنسيتين او ثلاثة بيجوا. كل ما زادت وكل ما بيبقى سهولة الوصول للمكان بالطيران، يعني الاول مثلا كان ممكن يجي من القاهرة ينزل شرم الشيخ بالاوتوبيس ومن شرم الشيخ لسانت كاترين، دلوقتي لو في طيران مباشر هتبقى وصول الطيران الشارتر اساسا من دول مختلفة طايره مثلا لشرم الشيخ او لسانت كاترين بيسهل على طول مباشرة زيادة الاعداد بشكل كبير لزيارة المناطق دي. فطبعا المطار بتاع سانت كاترين او طابة او شرم الشيخ او نويبع الى اخره هيزود من عدد السياح، وبعدين هيزود بشكل كبير لان هم كمان بييجوا بياخدوا الفيزا upon arrival مجرد وصولهم في شرم الشيخ. واخد بال حضرتك؟ ايوه تمام. شكرا لحضرتك دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، كنت معنا عبر الهاتف. نتحول إلى الملف الأخير معنا اليوم في النيل مباشر مشاهدينا الكرام. فقد قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته باجتماع وزاري لدعم الاستجابة الإنسانية بالسودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن مصر تقف إلى جوار السودان حفاظا على أمنه واستقراره. لم تألو مصر جهدا منذ اندلاع الأزمة في الوقت في الوقوف إلى جوار السودان بكل إمكانياتها من خلال محاولة نزع فتيل الأزمة والحفاظ على أمن السودان الشقيق ووحدته واستقراره، والتفاعل مع مختلف الأطراف السودانية الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين المؤثرين، خاصة في إطار قمة دول جوار السودان الأكثر تأثرا بالأزمة. وقد خلص هذا الجهد إلى بلورة خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية للأزمة، لا سيما فيما يتعلق بمجالات رعاية جرح الحرب المدنيين ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدة للفارين من الحرب في دول الجوار، ودعم إنشاء مستودعات للأغراض الإنسانية في دول الجوار لضمان وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين داخل السودان وخارجه. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بباكستان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وخلال اللقاء أعرب شكري عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه أعرب الوزير الباكستاني عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وباكستان في عدد من المجالات المهمة. وللمزيد من المتابعة لأبرز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة صباح موسى الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الإفريقي. أستاذة صباح أهلا بك. أهلا. أولا أبرز الملفات المطروحة على أجندة أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 78.
فقدنا الاتصال مع الأستاذة صباح موسى الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الإفريقي، سنحاول معاودة الاتصال بها مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وسنتابع أيضا معها الحديث حول ما تطرق إليه المجتمعون في أكثر من لقاء هامشي مع وزير الخارجية سامح شكري مع عدد من المسؤولين العرب والأفارقة والأجانب فيما يخص الأزمة السودانية. أيضا مشاهدينا الكرام، وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن بلاده تواجه أزمات عديدة ومتداخلة في ظل نظام دولي أصابه الوهن ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحديات. وأشار ميقاتي في كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن أولى التحديات التي تواجه بلاده تكمن في شغور رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد وما ينجم عن ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي وتفاقم للأزمة الاقتصادية والمالية وتعسر انطلاق خطط الإصلاح والتعافي. أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم محادثات في نيويورك مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكذلك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس ونائبة رئيس الوزراء البلغارية ماريا جابرييل. وشدد زيلينسكي على أهمية مواصلة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني لحماية البنية التحتية المدنية وعمل ممر الحبوب، فيما ركزت المحادثات مع فون دير لاين ويوهانس وجابرييل في المقام الأول على الحفاظ على مبدأ السوق الموحدة وحرية وصول المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. كانت هذه مشاهدينا الكرام عدد من الملفات التي هي معنا اليوم في النيل المباشر. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة وملفات جديدة نطرحها عبر النيل المباشر على شاشة النيل للأخبار. إلى اللقاء.